أول القطاعات الذي استفاد من عدد هام من المشاريع هو قطاع الأشغال العمومية وقطاع المياه والمنشآت الكبرى، بحيث سوف تفك العزلة بصفة نهائية عن هذه الولاية العزيزة على قلوبنا، وسوف نعمل على توصيل المياه وعلى ضمان طبعا توفير المياه الصالحة للشرب ومياه السقي كذلك مياه الري بالنسبة لهذه الولاية. ففك العزلة وتوفير هذه المادة الحساسة هي أول من أولويات الأهداف بالنسبة للدولة. ثم هناك قطاعات أخرى استفادت من أغلفة مالية، إن كان قطاع السياحة وقطاع الفلاحة والتنمية الريفية، قطاع الثقافة، قطاع التعليم العالي، قطاع التربية، قطاع الداخلية كذلك. وهنا أقف لأتحدث عن هذا التخلف التنموي الذي تجسد في عدم توفر ولاية سمسيلت على مقر إداري يليق بها، وبالتالي قمنا بتسجيل عملية إنجاز مجمع إداري يضم ولاية تسمسيلت بمختلف مرافقها الإدارية. وكذلك هناك قطاعات أخرى استفادت من أغلفة مالية من أجل إعطاء هذا البعد النهضوي لهذه الولاية الفتية، خاصة قطاع البيئة والطاقات المتجددة، قطاع الطاقة والمناجم كذلك. ولو أنه عرف يعني التقدم وتقدم جد ملموس على مستوى الولاية، ولكن هناك سجلت مشاريع على مستوى قطاع الطاقة والمناجم. إذن هناك 17 قطاع وزاري استفاد من أغلفة وأظرفة مالية وميزانية من أجل تحقيق هذا النمو وتجسيد هذا النمو المرجو بالنسبة لهذه الولاية كما أراده السيد رئيس الجمهورية.